السلام عليكم، حياكم الله. اليوم راح نلعب لعبة كراش. طبعا راح ألعب لعبة اللي هي الجزء الثالث، لأن الصراحة هو أفضل جزء عندي بالنسبة لي. راح أحاول إن أختمها بالكامل، يعني أجمع كل الجواهر والصناديق. Uka is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared fail the great Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka. It was that infernal bandicoot. From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience. There is now no other power source left on this planet. I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed. But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, the great Uka will make sure that you do it right. After many eons, my evil twin brother, Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that may scatter across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. يلا بسمنا خلنا نبتدي. أتوقع راح بالترتيب يعني. عجيب، في تحميل في اللعبة. أذكر اللعبة القديمة يعني بلاي ستيشن 1 ما كان فيها لودينج سكرين على طول يعني. Thank you.
خلصنا أول مرحلة. ننتقل للمرحلة الثانية. صراحة دي من أكره مراحل، مرحلة المي أكرهها صراحة. ما تقول لي إن في زندوق أحتاج في لا خذ نفسي شوي. Sleep. Okay, صندوق واحد. ايوه هذه المرحلة صراحة كانت من أحلى المراحل صراحة، تغيير في اللعبة يعني، بس كان كري فيها إن لما تضيع صندوق أخي إن شاء الله مضيع في الصندوق.
حاه. شت بعدها مرة تمام. خليك ساكت بس. هذه اتوقع لانه بالجوهره الحمراء عشان نقدر نصعد فوق. اتوقع بعدين حيل يعني المجموعات الجايه. ايه جماعة انا كده صناديق لا لا ما كسره كمان. قعدت انه راح يسحب على السنة او ما راح يدوس على السنة دي بس زين داس عليها.
إيه آخر مرحلة هذه بعد من مراحل كريهة، كل مرحلة ماي كريهة بالنسبة لي أنا. دي بعد مشكلتها إنه ضياع، تخافك إنه تضيع صندوق واحد وتقعد تفر المحل كله عشان تلاقيه. الله يعين. لا تموت، بس فوت صندوق هناك. رجع هذه الجوهرة الوردية بس باقي الرصاصية، إن شاء الله ما فوت ولا صندوق. زين قريب من تشيك بوينت، اهم شيء وزنها زين. يلا اسلم. أول بوس افترضنا ذا ما أخسر من سهل حيل، يعني أسهل بوس في اللعبة لأن أول بوس أكيد يعني بيكون أسهل شيء. بسم الله خنفتي. ما عندي القناع بردقة. الله يعين. ما خسر بس توقعت لا توقعت لو بنقز ما راح ياكلني، بس ياكلني والله. اتوقع لازم اخرمه يسار او نضربه، بس ما ادري صراحه هل اقدر اضربه جنب من قدام ولا لازم من جنب. ايوه اقدر. ذل ذل تعال 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 ذل خلص علينا. ما
لا كذا أخذنا أول قدرة، خلصنا أول مجموعة. Well done, children. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there, you will see that the gate to the second time travel area is now open. اتوقع بكذا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى ان نال على اعجابكم. شكرا على المشاهدة. يلا فمان الله.